فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. أقول إخوتي الكرام، ما زلنا مع كتاب الزينة سنن النسائي، حديث أبي هريرة واختلاف على قتادة. قال المصنف رحمه الله تعالى: أخبرنا أحمد بن حفص قال حدثني أبي قال حدثنا إبراهيم عن الحجاج هو ابن الحجاج عن قتادة عن عبد الملك عن بشير ابن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تختم الذهب. وقال المصنف رحمه الله تعالى: أخبرنا يوسف بن حماد المعني البصري قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح قال حدثنا حفص الليثي قال أشهد على عمران أنه حدثنا قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير وعن التختم بالذهب وعن الشرب في الحناتم. وقال أخبرنا أحمد بن عمرو بن الصرح قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكر بن سوادة أن أبا النجيب حدثه أن أبا سعيد الخدري حدثه أن رجلا قدم من نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من ذهب، فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنك جئتني وفي يدك جمرة من نار، على خاتم الذهب يعني. قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا إسرائيل عن منصور عن سالم عن رجل حدثه عن البراء ابن عازب أن رجلا كان جالسا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من ذهب وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم مخصرة أو جريدة فضرب بها النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه، فقال الرجل: مالي يا رسول الله؟ قال: ألا تطرح هذا الذي في إصبعك؟ فأخذه الرجل فرمى به، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما فعل الخاتم؟ قال: رميت به. قال: ما بهذا؟ أمرتك، إنما أمرتك أن تبيعه فتستعين بثمنه. وهذا حديث منكر لم يصح، هذا الحديث فيه نكارة تفرد به النسائي وهو حديث ضعيف. وقال المصنف رحمه الله تعالى: أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب عن النعمان بن راشد عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي ثعلبة الخشني أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر في يده خاتما من ذهب فجعل يقرعه بقضيب معه، فلما غفل النبي صلى الله عليه وسلم ألقاه قال: ما أرانا إلا قد أوجعناك أو أغرمناك. وحديث مرسل أيضا. وقال المصنف أخبرنا أحمد بن عمرو بن الصرح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو إدريس الخولاني أن رجلا ممن أدرك النبي صلى الله عليه وسلم لابس خاتما من ذهب نحوه. وقال أبو عبد الرحمن حديث يونس أولى بالصواب من حديث النعمان. وقال أخبرنا أحمد بن إبراهيم ابن محمد القرشي الدمشقي أبو عبد الملك قراءة قال حدثنا ابن عائذ قال حدثنا يحيى بن حمزة عن الأوزاعي عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى على رجل خاتما من ذهب نحوه. وعن أبي إدريس أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد رجل خاتم ذهب فضرب إصبعه بقضيب كان معه حتى رمى به. وقال أخبرني أبو بكر أحمد بن علي المروزي قال حدثنا الوركاني قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر نحوه مرسلا. هذه الأحاديث كلها تبين حرمة الذهب على الرجال وأنه لا يجوز أن يلبس المرء خاتما من ذهب، وفيه أمر معروف عن المنكر وأن لولي الأمر أن ينكر وأن يعذر، فقد ضرب نفسه بمخصرة على يده وعلى إصبعه وقال تحمل جمرا، وأيضا ألقاه في رواية أنه أخذه من يده وألقاه، وقال له رجل خذ واستفد ثمني، قال له ما كنت لأحمل شيئا قد ألقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال إنك جئتني وفي يدك جمرة من نار، وفي رواية قال ألا تطرح هذا في إصبعك،
ففيها الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفيها الغلظه على مخالفه الشرع وحقيقه الامر، بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم اصحابه وكان يشفق عليهم، ولما يعني اشار اليه بقضيب على الذهب فيعني القاه الرجل، لما القاه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما ارانا الا قد اوجعناك واغرمناك، يعني ضربنا اصبعك وجعلناك تلقيه، ولكنه فعل ذلك. الفوائد المستنبطة: يجوز لولي الأمر أن يعذر في المخالفة. فضل الصحابة أنهم لا يردون على النبي صلى الله عليه وسلم قوله أو فعله، ولبس الذهب للرجال كبيرة من الكبائر، لبس الذهب للرجال كبيرة من الكبائر. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذا فقون كسقيا الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.